الكلام عن الكواليس الانتاج إيه ونقول يعني. مساء الخير استاذ فتوح احمد. مساء الخير يا فندم. حبيبي مساء الخير يا استاذ روير. تحياتي ليك ولضيوفك الاعزاء حبيبي الاستاذ صلاح خليفه والاستاذ مجدي. حبيبي فتوح الله يخليك يا حبيبي. احنا شاكرين مداخله حضرتك ومعانا نجوم تتلألأ في سماء الفن بس في الظل شويه، ايه رايك؟ لا مش في الظل ولا حاجه، المساله مش مساله ظل ولا شمس، مساله زي ما انا سامع دلوقتي. انا بس بره مش قدام التلفزيون، الاستاذ مجدي بيقول الظروف اتغيرت. الظروف الحقيقه اتغيرت من جميع الجهات. يعني هو دلوقتي بقى استاذ روبير بيقابل المؤلف يقولوا له اكتب لفلانه او اكتب لفلانه. المساله اختلفت، المساله كانت قبل كده المؤلف بيكتب المسلسل بتاعه بيوديه التلفزيون او قطاع الانتاج او صوت القاهره او المدينه، بيشوف العمل ده يصلح لمين من المخرجين، بيودوا العمل ده المخرج من المخرجين، المخرج بيبدا يحط كاست بتاعه، عايز هنا فلان وفلانه وفلانه، بيحط ثلاث ترشيحات او اربع ترشيحات لكل شخصيه، وبنعمل بروفات على المسلسل، وكانت المنظومه ماشيه كده. فانما دلوقتي بقى المؤلف بيكتب لفلان او فلانه النجمه او النجمه، والمسلسل بيقرا النجمه او النجمه ويقول لا هنا انا قليل هنا كتير. بقت المساله في ضغط على ابداع المؤلف نفسه، وفي ضغط على المخرج، وفي ضغط. يعني المنظومه الحقيقه للاسف يعني ما بقتش الشكل الصحيح ليها. انا العمل بيتكتب بيروح للمخرج، المخرج هو سيد العمل، هو اللي بيحط ترشيحاته، انما ما بيتقالوش المسلسل ده بتاع فلان او فلانه، يعني مع احترام للجميع يعني. فده اللي خلى المساله يعني بقينا للاسف الاعمال بتتفصل، يعني اعمال تفصيل، وفقدنا كتير من يعني صعب انك هتلاقي بعد كده الحاجات المسلسلات الكبيره اللي كان الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ رحمه الله والاستاذ اسامه عكاشه والاساتذه الكبار دول. بتلاقي الدنيا معموله بشكل محترم، بيجيبوا الممثلين، الممثل مش دون النظر للاسم. فالمساله دلوقتي للاسف اختلفت. طيب. يعني انا هاخد من كلام حضرتك وفرصه قبل ما يعني وانت معانا، ويبقى انا كده معايا ثلاث قامات فنيه، استاذ مجدي شكري، استاذ صلاح خليفه، استاذ فتوح. احنا عندنا رأس الدولة المصرية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي برضو قلتها قبل كده بحب اقولها تاني عشان التكرار يعلم الشطار. الرئيس من 5 سنين جمع فنانين وكان على رأسهم فنانين كبار، انا مش هذكر اسمهم، نقدر نرجع الارشيف ونتأكد من الكلام اللي انا بقوله، وقال انا عايز اعمال تتكلم عن الشخصية المصرية، عايزين اعمال قويه. ده مين اللي قال؟ مش روبير، الرئيس السيسي، رئيس مصر العربيه. حلو كده الكلام، جميل، مظبوط. طيب حضراتكم كقامات فنيه والفن المنتجين والمخرجين والساده الفنيين، اين انتم؟ ليه؟ استنى، لا لسه انا ما خلصت، سيبوني اتكلم يا جماعه، عشان عايز اطلع في التلفزيون يا جماعه، انا عايز افضفض، سيبوني افضفض. الدوله دلوقتي مصر بتتنقل نقله كبيره قوي، اللي بيتعمل في مصر اللي بيعمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه اللي هو هياخد جزاءه عند ربنا من اللي بيعمله ده. طبعًا يعني ايه ده؟ الراجل ده بينقل مصر نقله تانية خالص، يعني مصر الحديثه. بس في حاجه مهمه قوي، كل المشاريع وكل اللي بيتعمل ده انا محتاج ابني البشر اللي يحافظ على ده. أيوة. فالبشر اللي يحافظ على ده مش هيجي غير بالوعي والثقافه. الوعي والثقافه هيجي من كتاب محترمين يعملوا اعمال محترمه عشان نحافظ على هذا المنتج اللي معمول، عشان يحافظوا على الكباري دي والمصانع دي والاراضي دي ويبقى بيعمل ده عن اقتناع. فلازم اعمله ده في عمل دراما، اقول له اهميه اللي بتعمل ده ايه، واحافظ عليه ازاي بشكل غير مباشر او حتى بشكل مباشر. انما ان انت تتعب او عارف زي انا تملي، يعني ليه مقوله، كل شويه بنبني مستشفى سرطان اطفال، كل شويه بنبني مستشفى. وفي حاجه مهمه جدا، مشكورا بنعمل ده كويس قوي، انما الاهم ان احنا نمنع حدوث مرض السرطان من منبع. ان نمنع الحاجات اللي نمنع السبب، نمنع السبب اساسا، ده يمشي بالتوازي مع انا هفضل اقضيها بناء مستشفيات. طب ما نمنع من المنبع، ما نرجع للفطره وارجع احافظ على الاطفال واحافظ على الناس من الامراض اللي بتجيلهم بقى، من
من الناس اللي ما عندهمش ضمير ومن الاكل ومن حاجات كتير صحيح. قوي صحيح. ابدا احط ايدي على ده امنع من المنبع وابقى انا كده بنهض بالبلد وبحافظ على البني ادم وحافظ على صحه البني ادم. واحنا شايفين في نهضه في التعليم، في نهضه في كل حاجه الحقيقه يعني صحيح. لازم تقابلها نهضه ثقافيه وعي، لازم الوعي. الوعي مهم جدا. الوعي ده هيجي منين؟ هيجي من كبار الكتاب والمثقفين والمفكرين انهم يكتبوا اعمال. يا استاذ روبير انا ده يسوى مليارات، انا مش مهم المسلسل ده يتباع في محطات خارجيه وما يتباعش، انا المهم المسلسل ده هوعي بيه الصعيد، هوعي بيه الفلاحين، هوعي بيه اهلي اللي هم نسبه كبيره منهم بيتفرجوا على الدراما وما يعني ما لهمش غير في المسلسلات والدراما. ما ده باب ادخل لهم منه ان انا وعي ده واعرفهم يعني ايه قيمه الوطن، قيمه الارض، قيمه البلد اللي بيتعمل ده ليه، اللي حافظ عليه ازاي. المساله دي في وده ده دور القوى الناعمه في اي مجتمع مفتوح. دي انا ببني انسان اللي هو يعني جمال عبد الناصر زمان كانت بيقول بناء العقول اهم من صحيح. بناء المصانع، لان العقول هي اللي هتحافظ على المصانع. فالمساله يا جماعه لازم يبقى في لجنه على اعلى مستوى، ويا ريت الرئيس يشكل لجنه من كبار المثقفين والكتاب، الناس الكبار، الاساتذه الكبار، انهم يبقى في لجنه وفي خطه في استراتيجيه. السياحة في تركيا زادت يا أستاذ روبير 150% من الأعمال الدرامية بتاعتهم طبعا. وأنا رحت صورت هناك قبل كده، بيطلعوا لك العشوائيات هناك تحب تعيش فيها. فالمسألة إيه المانع أن أنا عندي كم السياحة دي وعندي كم الجمال في مصر ده وغير مستغل، ما أعمل أعمال تجيب 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 للبلد كمان سياحة غير التوعية ده. أنا بكلمك كمان على على سياحة وعلى حاجات كتير قوي. الدراما ان انا اجيب الشخصيات اللي انا الكبيره الابطال اللي عندي اللي اتعمل الاختيار اهو، شفتوا نجاح الاختيار واحد واثنين والممر طبعا. عشان شوف الوعي اللي عمله عند الناس ايه عشان الافكار المتطرفه. انا محتاج كمان اعمل اعمال ان انا اقول بلدي حلوه وبلدي جميله وبلدي فيها وفيها وفيها. وانت لما بتحافظ لما بتعمل ده انت بتحافظ على بلدك قبل ما بتحافظ على الرئيس ولا بتحافظ على اي نظام. احنا يهمنا بلدنا. استاذ فتوح احمد استاذ الفاضل هو اللي بيحكم، يهمه البلد برضو ويهمه الناس. فلازم كلنا نزق مع الراجل. يعني الراجل حرام ان هو في كل ما هو حاجات كتير برضو، ما هو هو عنده مشاكل خارجيه وعنده مشاكل كتير وعنده وده واجبنا يا فتوح، ده واجبنا لان ده دورنا يعني في القوى الناعمه في المجتمع. احنا ودوت دور الاعلام. احنا كدورنا الاعلام يا استاذ فتوح اللي انا بعمله دلوقتي. انا النهارده لما بنفتح ملف زي كده قناه الصحه والجمال وفي برنامج فضفضه مع روبير، اما تكون ثالث حلقه متتاليه سهره بنتكلم عن ده يبقى الموضوع يهمنا. لما تيجي القناة وده دلوقتي انا معرفش ان صح اقوله ولا غلط، بس بعد اذن الادارة ان احنا هنعمل حملة عن السياحة اللي انت بتقوله دلوقتي احنا بنقوم فيه، اللي هي مفروض كوزارة سياحة هتعمله، لا احنا بنعمله وهننشط السياحة. ده بنتكلم في برنامج انت النهاردة كدراما، لا مفروض تطلع لي كل حتة كل حتة. انا معايا كتاب قد كده هو فيه كله صور من مصر، وانت لو تشوفها لو مش مكتوب عليها ايجيبت انت عشان عندنا عقدة الخواجة تفتكروا من بره، لا مصر حلوة. احنا الدور التوعوي بتاع حضراتكم مهم، الفن مهم، وانا بطالب قبل ما انهي مع سعادتك ان حضراتكم تشوفوا تعملوا لجنة، تعملوا زمرة، مجموعة نروح نكلم استاذ روبيرو. بعدين اقول لك على حاجة، انت عندك رحله العائله المقدسه يا فندم. انت في كام مليار يهمهم السيد المسيح ورحله العائله المقدسه، ليه ما يتعملش عمل عالمي ويترجم ويذاع في كل ويتعمل عمل ويجاب احسن ممثلين واحسن مخرجين واحسن مصورين ونعمل العمل ده ويتشاف ويتذاع ونوديه لكل الدول حتى لو مش هناخد فيه فلوس. انما دي مساله في منتهى الخطوره. انا بكلمك على حاجه السياحه الدينيه، هو انا بكلمك على السياحه الدينيه. شوف كم مليار مسيحي في العالم ممكن يجوا عايزين يشوفوا الفيلم ده. الموضوع مش هينفع معاك في تليفون، انت لازم هتيجي هنا وهنقعد نفضفض انا كل واحد، احنا هنفضفض كتير قوي. شكرا استاذ فتوح وكل سنه وانت طيب. انت حضرتك قامه وقيمه كبيره قوي قوي قوي. وصلاح خليفه وكل حبيبي. سنه وهم طيبين. طيب وانت كل سنه وانت طيب يا ريس. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. يعني مداخلات قيمه